دلوقتي يا حاج لو خيروك ما بين مراتك او حبيبتك ومليون جنيه تختار ايه؟ لا حبيبتي او على الحرام حبيبتي روح الجنه. ايوه والله روح اه ما هي راحت وما بتسقيش. اما مراتي وحبيبتي مش هيجوا لو راحوا. ربنا يخليهم. الله يخليهم لك. ايوه والنبي يا اخي. حبيبتي ومليون جنيه؟ لا ما المليون جنيه هتجيب حبيبه تانية مش لازم حبيبتي يعني. هتجيب لك اكتر. 100 واحده مش لازم هي. افرض ما جابتش. خلاص ما المليون جنيه احسن منها برضه. تلك الاحوال مليون جنيه احسن. اول حاجه هتعملها بالمليون جنيه؟ اول حاجه هجيب عربيه. ايه تاني؟ وان شاء الله. لا هي المليون جنيه هتجيب عربيه بس. موديل معين؟ لا عادي. هيبقى قدامي كذا حاجه يعني. اه. عربيه بس. اه هو ما هي العربيه هتجيب اكيد حبيبه يعني اكيد هتشوفني راكب هي لا هتعمل ايه بقى هي هو سؤال صعب بس يعني حبيبتي ولا مليون جنيه لو حبيبتي اللي هي يعني هتبقى شريكه حياتي اساسي لا هي طبعا انما لو حبيبتي ممكن هي تكون مثلا من النوع اللي هو شالب وقلب لا اختار المليون جنيه احسن منها بمليون مره الوضع حاليا ايه يعني لا الوضع حاليا لو في واحده يعني من هي الشخصيات اللي هي فعلا زي والدتي ووالدتك والناس القديمه دي احافظ عليها ملايين الدنيا كلها انما كاليومين دول لا ممكن يعني ايه يبقى المليون جنيه احلى منها بس أوه. والله بس ايه طب ايه صح ولا الغلط ماشي تمام اللي تشوفه انا اختار مليون جنيه ليه بقى ها عشان الفلوس كل حاجه وهتسيبها ها وهسيبها حبيبتك ولا مراتك ولا خطيبتك؟ لا مراتي. هتسيب مراتك؟ هسيبها. العيال. ما انا سبتها. العيال. ها ربنا يديهم الصحة والعافية. الفلوس هتعمل لك إيه من غير عيال؟ لا الفلوس هتعيشني. والله؟ آه. وهتسيب عيالك؟ هسيب أي حاجة. والله؟ آه. يعني الفلوس عندك أغلى من عيالك؟ طبعًا. ليه بقى؟ الفلوس عشان الفلوس كل حاجة، هي اللي بتبني كل حاجة وهي اللي بتجيب كل حاجة. يعني هتجيب لك بديل لعيالك اللي موجودين حاليا؟ في بديل للعيال طبعا بس احنا يعني ايه فاهم ربنا على مبها فلازم اختار المال عشان مش ابقى صريح معاك لا اختار حبيبتي والله؟ اه هي حبيبتك ولا مراتك ولا ايه؟ اعتبريها مراتك حبيبتي انا بتكلم يعني حبيبتك يعني جوزتها؟ هل انا متجوزت انا اتجوزت على اختار العيله بس حبيبتي مش اتجوزتها بتكلم في العموم يعني انت دلوقتي لو خيروك ما بين مراتك ومليون جنيه هتختار ايه؟ لا هختار مراتي وعيالي برافو عليك والله يعني ناس كتيره قالوا لي انا ناس كتيره قالوا لي المليون جنيه وهيسيبوا عيالهم لا انا عندي ضفر من ضفر عيالي ب 100 مليون مش مليون جنيه ربنا يخليهم ليك يا رب عيالي عشان انا توفى مني عيل وعندي سنه ونص وقع مني من الشباك عشان كده عارف معنى الضنا ايه؟ المليون دي الدنيا كلها مش تساوي الطفل. يعني هي حلاوة دي تتجوز كلها اللي هي الاطفال. المليون بتعمل ايه؟ ما ناس معها ملايين ومعلش مش شايف تاكل مش شايف تشرب كوبايه شاي، مش شايف تاكل سندوتش طعميه، مش شايف تاكل اي حاجه، بتاكل كل نايمه. المليون عملت لها ايه؟ دي اللي انا اقدر اقوله لك. شكرا ربنا يخليك. على حسب هلك تاني. يعني تختار ايه؟ يا بس حبيبتي. والله؟ اه والله. لا مش هختار المليون. ليه بقى؟ ما عشان بحبها وكده. بس هي مش هتمر فيها يعني. مش هتمر فيها بالله يعني. وحشة يعني؟ لا والله يعني. بس. ما اخترتش المليون ليه؟ عشان انا بحبها. مليون جنيه طبعا. حبيب؟ بداية. هتجيب غيرها؟ ايه؟ دي بغير اجيب غير انا هتجوز واخلف يا ابني بس هتعمل ايه هتعمل لي حاجات كتيره والله ايه اول حاجه هتعملها بالمليون جنيه اول حاجه اشوف الناس الغلابه اللي زي حاله الولاده دي كده انت كده تاخد المليون فعلا حبيبتك ما حبيبتي مين وانت لو خيروك ما بين حبيبتك ومليون جنيه مليون جنيه طبعا وحبيبتك ده هجيب مليون عليها ايه اول حاجه هتعملها بالمليون جنيه يعني هجيب عربيه يعني الناس الغلابه برضه هديهم وكده حاجه كده
ماشي شكرا. قول لي بقى لو خيروك ما بين مراتك او حبيبتك ومليون جنيه تختار ايه؟ اختار مراتي. ليه ما تختارش المليون؟ لا مش عايز المليون. هي احسن. هي احسن من الدنيا كلها. الكاميرا اقول لها كده. بقول لها انت احسن من الدنيا كلها وعندي اغلى من ملايين الدنيا كلها. ربنا يخليك. الله يخليك يا عسل. اختار حبيبتي طبعا. والله. ليه ما تختارش المليون؟ اللي هي حبيبتي بالدنيا كلها. اهم يعني؟ اهم من الدنيا كلها. بصراحه. جاوب بصراحه. هجاوب. انت بتقول كده خايف؟ لا والله ما خايف. هي عندي بالدنيا كلها. مثلا تشوف الفيديو؟ لا تشوف طبعا. اللي هي عندي بالدنيا كلها. وشافته وانت كنت قايل مليون؟ لا 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 ما فيش مشكله. يعني اختيار ده؟ اختيار من قلبي والله.